Transforma su ultimo pieno e da transmitter mai. Fai adesso prima di in the three phase transform. La parte secondary tra the three phase transformer rai alla load. Hada load su un cricun. Ya Y, ya delta. Che ne pilla il sol? Sol zeh che ne pilla. Tala la insurance. بير فيز كوفرنت سيركل مختصر الموضوع صح ولا لا؟ السورس سواء كان واي ولا دلتا البولتيج شو نعمل فيها؟ هنقسمها على جدول ثاني ليش؟ لو بدنا بير فيز واي ولا دلتا هيك هيك محتاجين الفيز فيدر في داعي ناخذ جدول الثلاث ولا شيء؟ ما هو بير فيز فيدر حتى الامبيدنس تاعته بتكون كذا كذا اوم بير فيز يعني فاز A ولا فاز B ولا فاز C اللي بيدر استعطه عطناكم يعني زي ما قلتوا بالامتحان بعدين الترانسفورمر اللي هون شو ممكن يكون يا Y دلتا دلتا Y Y Y دلتا دلتا صح؟ ناخذ واحد بس جنرال بالنسبة لنا لو عندنا دلتا لو عندنا دلتا والثاني بالنسبة لنا Y محتاجين نخلص من موضوع ايش؟ تيرمز ريشو. قلنا تيرمز ريشو شو ورطتنا مع نهاية المحاضرة الماضية؟ شو ورطتنا مع تيرمز ريشو؟ انه فاراديز لو اللي هي تيرمز ريشو جاي منها عنوان على انتو فيز كويشن. لكن احنا بالفري فيز شو بنتعامل؟ لاين تو لاين تيرمز ريشو. اللاين تو لاين تيرمز ريشو كيف بدنا نحسبه؟ ببساطة لو كان عندنا ناخذ المثال البسيط انه عندنا واي واي ترانسفورمر. إذا افترضنا إنه تيرمز ريشو واحد دقيق واحد دقيق هذا تيرمز ريشو فيز تو فيز ولا لاين تو لاين؟ لا هو حاليا فيز تو فيز. طيب نبلش بالفولتيج اللي هون فرضا هاي فولتيج في اي بي تساوي في لاين صح؟ اخذنا الفيز تاعها شو صفت؟ في لاين على جدول الثلاث مظبوط انتقلت لهون شو صفت A على جدول الثلاث الفيز تحول للاين شو صفت معنا A لاين فنشوف اللاين انبوت واللاين اوت البرايمري والسكندري شو كان تيرمز ريشيو دي لاين على A في لاين صح؟ يعني واحد دقيق شو نفس التيرمز ريشو اللي هون؟ ليش؟ لانه واي واي طب لو كان دلتا دلتا نفس الفكره هاي دلتا دلتا ترانسفورمر كيف راح نبلش؟ نفس الفكره الماضيه لو افترضنا انه هذا اي بي الفولتيه في لاين كم الفولتية على الفيز؟ برضو في لاين تنتقل لهون ايش هتكون؟ حسب في لاين صح ولا لا؟ على اساس انه تيرمز ريشو واحد دقيق مش اي لواحد فرق ها؟ هون كم حنشوف الفولتية على اي بي اللود سايد؟ اي في لاين فلو قلنا انه تيرمز ريشو لاين تو لاين تيرمز ريشو اي برايم شو حتكون؟ برضو اي ناخذ الحالة اللي بيطلعوش زي بعض علاقة البرايمري لاين فولتج بالسكندري لاين فولتج شو كانت واحدة؟ واحد لا صح؟ اي واحد لا لو قلنا هذا تيرمز ريشيو اللي هو لاين تو لاين تيرمز ريشيو نسميه اي برايم شو بيطلع اي برايم؟ اللاين تو لاين شو بلاش اي برايم لاين تو لاين وهي ايش؟ فيس تو فيس ماشي هيك منطق طيب ناخذ اكزامبل ثاني لو كان عندنا مثلا واي دلتا
لو هاي الفولتي في اي بي واعتبرناها في لاين، هاي في لاين برايفت تسمى زالزن، كم الفولتي اللي هون حتكون؟ في لاين برايفت على تدر الفلان صح؟ طيب السكندري بتكون يا دلتا لانه خلصنا واي واي، ففرض ان هاي الوايندينج هي موجوده هون، هاي الوايندينج بنجيبها هون، هاي الوايندينج الاخير اللي هي هاي، هيها اجت هون. الفولتيه بين هون وهون شو راح تنتقل؟ من واحد لايه صح؟ الفولتيه اللي هون بمقدار راح ينضرب بايه؟ راح تكون الفولتيه اللي هون كم مقدارها؟ ايه في لاين على على جذر الثلاث أو لا؟ طب السؤال كم فولتية اللاين تحت السكندري؟ واحد. بي لاين سكندري على بي لاين برايمري شو بتساوي؟ كم البي لاين سكندري؟ A بي لاين برايمري على جذر الثلاث صح؟ كم فولتية البرايمري؟ بي لاين برايمري شو صفت معنا؟ A على جذر الثلاث، هاي بنسميها A لاين تو لاين مثلا؟ معي؟ فالتنس ريشو لاين تو لاين مش نفسه الفيس تو فيس تنس ريشو. خلاص دكتور. نعم. فولتية البرايمري كانت كم؟ 200 فولت. فرضا. كم حنشوف على السكندري؟ إذا هاي الفولتية كانت على السكندري 400 فولت. أنا شو قاعد بحكي؟ لاين تو لاين. اللي 3 فيس صح؟ دي يكون التنس ريشو لاين تو لاين كم مقداره؟ 1 2 ل 1 2 ل 4 يعني في 1 ل 2 صح ولا لا؟ طيب فهذا اللي احنا ندور عليه. فشو افترضنا احنا في السمبلز انه هون في لاين برايمري كم حتكون هون؟ ما معي اللاين تو لاين تريوز ريشيو، لو معي دغري بفتي فيها. فشو بضطر ارجع للي احنا واثقين فيه، مين الواثقين فيه؟ فرد سلو، فرد سلو فيس تو فيس، وايندينج تو وايندينج صح؟ عشان نوصل للوايندينج انتقلنا من اللاين للفيس، جبنا الفيس كم؟ في لاين على جذر الثلاث. هذا الفيز شو بيصير على الفيز الثاني على السكندري؟ بضرب بالتيرمز ريشيو سواء اي اكبر من واحد ولا اقل من واحد، منطق ولا لا؟ فشو صار؟ نفس هاي الكوانتيتي ضربناها بايه؟ هاي الفولتيه فيز ولا لاين؟ فيز. كم اللاين تاعنا؟ نفس. فالان فولتيه اللاين اللي هون على فولتيه اللاين اللي هون، مش هاي اللاين تو لاين تيرمز ريشيو صح؟ فشو طلعت معنا؟ اي على جذر الثلاث. شو هي الاي؟ الفيرست تو فيرست تيرمز ريشيو. هل بيطلعوا زي بعض؟ لا ما طلعوش زي بعض. ما تطلعوا زي بعض؟ واي واي او دلتا دلتا. الحاله الاخيره دلتا نعكسها دلتا واي. هاي ايش البرايمري دلتا صح عكس المره السكندري شو بدنا اياه لو افترضنا انه اي بي هي هون في اي بي بتساوي في لاين برايمري بدنا فولتيه مين في اي بي باتجاه اللود سايد صح هاي باتجاه السورس فرضا باتجاه اللود كيف ننتقل من هون لهون؟ هاي فيز تو فيز اللاين هون نفسه فيز انتقلنا فيز تو فيز بالتنس ريشو واحد لايه بصفة البورتية نفس هاي الكوانتيتي مضروبة في ايه فاي في لاين برايمري عملنا شيء؟ بس ضربنا الان هاي البورتية عارفينها انا شو بدي؟ هاي ضرب جذر الثلاث شو بتساوي هاي؟ جذر الثلاث في هاي الكوانتيتي نفسها في في لاين برايمري الان شو بدنا؟ لاين تو لاين تيرمز ريشيو في اي بي على في اي بي شو بتساوي؟ جذر الثلاث جذر الثلاث اي في في لاين برايمري وهاي في لاين برايمري شو صفر معي على تيرمز ريشيو؟ الاي لاين تو لاين شو بتساوي؟ جذر الثلاث هذا ايش؟ لو معي هذا الترمز ريشيو بقدر احول اللاين البرايمري لاين فولتج للسكندري لاين فولتج بغض النظر شو الترانسفورمر من جوا واي دلتا ولا دلتا واي ولا شو ما كان صح؟ طيب
نيجي لسيركت ستوري. بالنسبة للشفت الزوايا شو؟ هسا احنا نحكي عنه. متى بختار يكون دلتا واي او واي دلتا؟ وقع مين بعطينا فولتج اعلى الواي ولا الدلتا؟ الواي يعني من دلتا لواي بعطي فولتج اكثر. السكندر يكون واي ولا دلتا؟ واي لانه الفيز فولتج حينضرب بجذر الثلاث. كمان شوي حنشوف ليش الدلتا مرات احنا طيب نرجع لهاي. هاي كيف حنحلها؟ عشان إذا نحلها بحسب وضج الريش بحسب الشمس كيف نحل هاي السيركت؟ بير فيز إكوبلنت سيركت. طيب الورطة اللي حكى عنها زميلكم شو حكى؟ وين وقع جذر الثلاث؟ سوري لهاي جذر الثلاثين. ليش ما جبتش سيرتها؟ هي ناقص 30 زائد 30 بتروح. لا مش شرط تروح. ما هو الفيز بفرديت انت كذا ما هو. لا الفكرة شو هي؟ انتوا اخذتوا الدوت كونفنشن صح ولا لا؟ الفولتيه اللي هون مع الفولتيه اللي هون انسى هاي جزء من واي جزء من دلتا. اذا كانت الدوت هاي نفس تكون هاي الدوت ولا مش نفسها؟ يعني اذا كان البرايمري بدي دلتا دلتا انا هاي شبكتها مع سكندري ترانسفورمر كان هيك. إذا هاي بوزيتيف هاي بوزيتيف إذا هاي بوزيتيف هاي بوزيتيف صح؟ مش هيك مع الدوت؟ داخلين ولا مش داخلين الدوت؟ طيب إذا كانت الدوت بولاريتي هاي النوتيشن تاعي إذا هاي بوزيتيف هاي بوزيتيف. طب مين حنأخذ الأولى ولا الثانية؟ ترانسفورمر من جوا شو ماله؟ من أي دوت بولاريتي؟ تخيل معي شو حكيت لك بس دلتا دلتا طلع معناته بصيب الكونكشن صح ولا لا؟ طب واي واي دلتا واي واي دلتا هاي كل البوسيبلز البوسيبل الكونفجريشنز اللي بنتكلمهم بنسميهم الفيكتور جروبز. الفيكتور جروبز شو علاقة الفيز انبوت علاقة الفيزر مع الانبوت فيزر والاوتبوت فيزر من ناحية زوايا. الموضوع مش بس جذر الثلاث مش بس انجل 30 لانه الكومبينيشن راح تطلع معنا اكثر من هيك. مرة راح تضرب من 30 تخيل معي مرة بتطلع معك 30 موجب مرة بتطلع معك 30 سالب. هاي 30 موجب تنعكس شو بتصير 60 وممكن شو تصير اكثر من 60 تنجمع على 90 او تنطرح منها 90 بالمحصلة شو راح يطلع معنا different combinations. هذول different combinations شو بنسميهم vector groups. هذول ان شاء الله خبوها معنا. النقطة شو هي؟ أنا نرجع للمزارع لما اشترى هذا الترانسفورمر شو المطلوب منه يعرف؟ مطلوب منه يعرف فيكتور جروبز؟ لا في ستاندردز لازم نمشي عليه. الستاندردز اللي موجودة عندكم برضو بالنوتس إنه الهاي فولتج سايد ليدز اللو فولتج سايد باي 30 ديجريز. فبغض النظر عن الفيكتور جروب جوا الفري فيز ترانسفورمر شو المطلوب منه الترانسفورمر؟ انه الفيز شيفت بين البرايمري والسكندري 30 درجه. مين ليدز؟ هاي فولتج هاي فولتج سايد. واضح ولا مش واضح؟ ستاندرد نمشي عليه. ليش بنحب انه الهاي فولتج ليدز؟ بتعرف شو معناته ليدز؟ يعني هو اللي بيفترض يعطي الباور. الباور احنا غالبا بناخذها من الهاي فولتج. فهي الهدف مش هاي النقطه، الهدف انه عندنا ستاندرد عارفين هذا الترانسفورمر كم راح يعمل لك فيز شيفت علشان نكمل الاناليسيس تبعه. لانه بدنا نشيل هذا الترانسفورمر شو نضيف ايدل ترانسفورمر بداله بالبير فيز اكوفلنت سيركت نضيف ايدل ترانسفورمر مع فيز شيفت كم مقداره 30 درجه. طيب حل البير فيز اكوفلنت سيركت ما راح اعيده لانه اخذتوه في سيركت ستون فما في داعي اعيده. موجود عندكم اسئله سنوات وموجود عندكم بالنوتس واللي عنده مشاكل بقوم عليه. نروح لموضوع ثاني موضوع الاوبن دلتا. ظل عندنا احنا بالترانسفورمر الاوبن دلتا
والهارمونكس نفسها حنحكي عن ال دلتا كونكشن. طيب ان شاء الله نحاول نخلص اليوم دكتور. يعني هيك خلصت انت سي فيز ترانسفورمر؟ ضل نحل اكزامبل. الاكزامبل محلول معاكم بالنوتس فامشوا معه. هو سيركت ستو فيش في شيء جديد، بس هاي تحويلها ل مش بسيركت ستو. كنتوا تحولوا لثري فيز سيركت لبير فيز ولا سيركت؟ طيب شو ضل؟ نعيد اللي تعلمناه بالفولتج ريجليشن وبالافشنسي، هذا كلكم بتعرفوا مش داعي نضيعه. برضو هذا الأرض من دلتا سيركت ستو، بس بدنا نعيده لأنه بيظلنا كثير بعدين. هذا اللود بنفترضه يونتي باور فاكتور للتسهيل. لو ما كان يونتي حتلاقوه باسئلة سؤال. تعالوا وياكم نحلل السيركت ستو ونشوف علاقة اللود فولتج كرنتس مع الترانسفورمر فولتج وكرنت. لو افترضنا انه احنا عندنا الفولتج اللي هون جاي من السورس، هاي الفولتج اللي هون مين مسؤول عنها؟ السورس، لانه هون مشبوك بايديال فولتج سورس. فراح يكون هون عندي في فيز في فيز في فيز، هذا له زاويه هذا له زاويه هذا له زاويه. نفترض انه الامبير اللي ماشي معنا هون برضو اي فيز، فراح يمشي هون. شو الكلام ثاني راح يمشي تيار هون شو مقداره؟ برضو I phase ما بعرف زاويته، والتيار اللي هون كم حيكون؟ برضو I phase. في حد مش معي؟ هذا اللي قبل دلتا بغلبنا شوي، فامشي معي خطوة بخطوة. مش واضح؟ قولي. شو افترضنا احنا؟ نؤكد هو هذا مشبوك مع شركة الكهرباء، فالفولتج كماجنيتيود هون احنا بنعرف كم مقداره؟ V phase V phase V phase. اشي صعب؟ تركنا له الفيز الريفرنس تاعنا. كمان شوي بنقرر انه الريفرنس بالنسبه للود عشان نحسب بالنسبه للباور فاكتور تاعنا. طب والامبير اللي بيمر هون الامبير اللي بيمر هون الامبير اللي بيمر هون برضو اي فيز. الدايركشن سيركت ستور راجعها سوا انا وياك، هل الدايركشن تاع الكرنت منطقي ولا مش منطقي؟ وين البوزيتيف بولاريتي تاعت الفولتج؟ بتكون بوزيتيف سيكونس ولا نيجاتيف سيكونس؟ اكيد بوزيتيف سيكونس. حيكون هون عندي بلس هون ماينس صح، لان الفولتج اللي هون شو اسمها؟ في اي بي. نيجي على الوايندنج بي سي شو حتكون؟ البي بوزيتيف والسي نيجاتيف صح. فالفولتج اللي هون هاي البوزيتيف بولاريتي بتاعته. طب واللي هون السي بوزيتيف والاي حتكون ايش؟ نيجاتيف. طب الكرنت دايركشن تاعهم صح ولا غلط؟ ولا انا عاكسهم عنده؟ عاكسهم عنده صح؟ هذا بالنسبة لك حكينا عنها. الناس شو بتسمي الترانسفورمر اللي بتحارب؟ مولد. مولد غلط صح؟ بس هم خبيرين بثيفنين. شو بيعتبروا؟ هو ثيفنين تاع السورس. كل شيء لشركة الكهرباء اخذنا له ثيفنين، بالاخر شافوه سورس. مش انه اللي بيحكوه صح بيحكوه غلط. فهذا السورس باسيف ولا اكتف؟ باسيف بيستهلك باور صح؟ السورس اكتف ولا باسيف؟ اكتف. احنا عندنا اكتف ساين كونفنشن وباسيف ساين كونفنشن. اذا ضعت
ارسم ابسط سيركت ممكن تشوفها بحياتك. شو هي هاي؟ عندنا سورس ولود، اكتف وباسف، جينيريشن كونفنشن وكونسامشن كونفنشن. هذا بلس ماينس وهذا بلس ماينس، ما اختلفتش. بس اللهم الامبير طالع من البوزيتيف تاع الاكتف ساين كونفنشن، والامبير انترينج البوزيتيف بالمين بالباسف ايلمنت. هذا سورس ولا لود؟ ايام مادة الفيرس كان في احد الكويزز انه الاندكتر الكويل اللي موجود بالترانسفورمر الفولتج والكرنت دائما لاجز باي 90 ديجريز. هل هذا صح ولا غلط؟ بالترانسفورمر، مش الترانسفورمر في كويل، هاي برايمري هاي سكندري وهاي برايمري. هل الفولتيه الفولتج والامبير اللي هون out of phase by 90 degrees or not؟ قل لي ولا لا؟ عن السورس اخوي الفولتية تاعت هذا الكويل والامبير تاع هذا الكويل بنسميهم VX و IX. معلش ترسم لي اياهم فيزر دياجرام. مش هذا كويل؟ كويل ولا مش كويل؟ يعني اندكتر. كيف الفيزر دياجرام تاع الاندكتر يا شباب السيركت ستور؟ V اندكتر، I اندكتر، ولا لا؟ صح؟ يعني بقدر اكتب هنا 0 وهنا والامبير تاعه ماينس 90. هيك معنى كلامكم؟ طبعا تخبيص. هذا مش اندكتر، هذا انرجي كونفيرجن ديفايس. مش وظيفته يعمل فلكس وانتهى. شو وظيفته؟ فارادز لو. فارادز لو ينقل الانرجي من هون لهون. السورس انسى انه دي سي، هنحوله ل اي سي. كم الباور فاكتور تاع اي سورس بالدنيا؟ كم الباور فاكتور تاع اي سورس بالدنيا؟ واحد صح؟ لا حسب اللود اللي عليه. طب هذا الترانسفورمر مش هو ينقل الانرجي تحت السورس للود؟ فبطل اسمه اندكتر، ما اسموش اندكتر. انا مش بعمل لاجنج وبعمل ليكج بس، شو بعمل؟ انرجي كونفرجن. شو يعني انرجي كونفرجن؟ نفس عمل السورس. معي ولا مش معي؟ ميرور. شو يعني ميرور؟ يعني الباور فاكتور تاع السورس بده ينقل لك اياه. طب مين المسؤول عن الباور فاكتور تاع السورس يا شباب السيركت ستور؟ مين؟ اللود. اللود هو اللي بيحدد الباور فاكتور والسورس بالحجم، ولا لا؟ طب نرجع نحسب انا وياك. هاي ترانسفورم، هاي سورس تبع شركة الكهرباء، هاي براكتيكال ترانسفورمر. إذا اعتبرنا الترانسفورمر ايديال وعندي هون لود زي اجاكم بالامتحان 90 كيلو وات ات 0.8 لاجنج، كم الباور فاكتور تاع السورس؟ كم الباور فاكتور تاع السورس؟ 0.8 لاجنج صح؟ واضح؟ بس لكن in which sense؟ اللي بيعطي reactive bar ولا بياخذ reactive bar؟ بيعطي reactive bar. بيعطي reactive bar. واضح ولا مش واضح؟ طيب نيجي سوا انا وياكم. شو قلنا؟ شركة الكهرباء بس لو نرد نعيد بس one winding. هاي ال winding اللي هون هاي الوينديج اللي هون عليها فولتية ولا ما عليها فولتية؟ كم مقدارها فولتية شركة الكهرباء؟ افترضناها في فيز. شو البولاريتي بتاعتها؟ بوزيتيف سايكل سوري بوزيتيف سيكونس، يعني السي بوزيتيف والاي نيجاتيف، ولا لا؟ الامبير اللي ماشي فيها كيف بده يمشي؟ بده يطلع من البوزيتيف لانه هذا بيمثل سورس، ولا لا؟ مقتنعين ولا بس خايفين؟ مين في حد مش مقتنع؟ هذول الترانسفورمر
اخذته في سيركت ستور مش هذا سيركت ستور عشان هيك احنا بالنسبه للانجار شو معلوم طالع من المستر طالع من المستر في حد عنده اعتراض بعيد لما يقول هذا الاوبن دلتا ما بزبطش في الاخر تقول لي عيد خطوه خطوه في حدا مش مقتنع بالبولاريتي بالدايركشن فولتج وكرنت للفري وايرنجز اكيد طيب لا الامبير اللي هون شو حيكون هذا بتاع اي فيز فيز اي بتاع فيز اي صح شو حيكون ماجنيتيود وانجل كم ماجنيتيود شو حيكون جذر الثلاث اي فيز كانجل لسه ما بنعرفش هون جذر الثلاث اي فيز والانجل لسه ما بنعرفش جذر الثلاث اي فيز والانجل فيها سلم الآن بدنا ريفرنس افترضت أنا وياك إنه ريفرنس تاعنا النقطة اللي هون بنبلش نعمل كل شيء من النقطة اللي هون بس إحنا عادتنا شو بنعمل ريفرنس بالنسبة لفولتية اللود فلو افترضنا إنه اللود دلتا سوري واي لو افترضنا إنه اللود واي دي لود أنجل دي لود انجل كم زيرو الامبير اللي جاي هون ما حتكون زاويته زيرو ريزيستيف يعني ان فيز صح فزيرو فمباشر شو بنكتب هون زيرو من وين جبناها هاي زيرو مين ما اعترض قول لي خطوه بخطوه اي حد ما اعترض الفولتي سوري الانجل اللي هون زيرو ولا مش زيرو زيرو. طب الآن اللي هون كم؟ 120 بلس ولا ماينس؟ ماينس ولا بلس؟ مين بيحكي بلس؟ بلس ليش أوضح بلس؟ من A ل B ماينس هاي الفيز C صح ولا لا؟ هاي الفيز B اللي هو ناقص 120 فننتبه هذا مش نيجاتيف سيكونس الآن ماذا الأسلاك؟ مين ريد؟ مين يلو؟ مين بلو؟ بس هذا الكل محتاجين نعرف لغاية هون في مشكلة؟ طب بعد كده هنا نرجع لا الكارب بما أنه بلشنا أمبير إذا هذا زاويته زيرو اللي هون كم زاويته؟ شو العلاقة اللي عندنا؟ دلتا إنه I line يساوي I phase جذر الثلاث أنجل كم؟ ناقص 30 متى ناقص 30 بالبوزيتيف سيكونس بالنيجاتيف سيكونس زائد احنا وين شغالين بالبوزيتيف سيكونس معنى فيز ولا لاين معنى لاين بدنا فيز فهتكون بلس 30 ولا ماينس 30 بلس 30 في حد معترض على بلس 30 هاي اللي هون قول يا عيد بعيد في حد معترض بنفس المقياس الزاوية اللي هون زادت 30 درجة الزاوية اللي هون شو حتصير؟ 150 احنا وين الأنجل تاعها؟ شطبنا I phase أنجل كم؟ 150 والأنجل اللي هون شو حيكون؟ ناقص 90 إذا غلطنا بيبين معنا كمان شوي تعالوا نشوف الفولتجز تفضل مش لازم تكون فوق 90 هي كانت البوزيتيف هاي فيز سي هيو العلاقة شو هي الفيز ليدز اللاين باي 30 ديجريز إذا هذا زاويته 120 إحنا وي نيد تو ليد شو يعني هاير أنجل شو يعني هاير أنجل إيش أكبر من 120 150 صح نفس الشيء هذا مين ليدز اللاين ولا الفيز اللاين لا اللاين متأخر متعوق عن الفيز باي 30 ديجريز صح؟ الآن إحنا معنا اللاين بدنا الفيز الفيز leads 30 degrees كم الفيز difference بيناتهم؟ 30 مين leads؟ اللي زاويته أعلى مين أعلى؟ يكون عليه 90 لردين ولا 120 لردين؟ اللي عليه
90 صح؟ تمام؟ الآن الفولتجز كيف نجيب الفولتجز؟ هاي الفولتية اللي هون بين مين ومين؟ بين A و B يعني نفس الفولتية بين مين ومين؟ بين A و B. إذا هاي زاويتها صفر كم الفولتية بين A و B من ناحية اللود سايد؟ V فيز V لاين كم V لاين بتساوي؟ Y dimension جذر الثلاث V لود أنجل 30 في V فيز أو لا لا هذا البوزيتيف سيكونس والنيجاتيف سيكونس ناقص 30 هاي هو فوش السكت صح ولا لا؟ طب نرجع كمان مرة إيش اللي عندنا إحنا؟ عندنا زاوية الفيز زيرو زاوية اللاين شو حتكون؟ leads by 30 degrees شو معنات هاي المعادلة؟ A بيساوي جذر الثلاث أنجل 30 B معناته ثيتا A شو بتساوي؟ 30 زائد ثيتا B شو يعني إنه زاوية A لي أو A leads B by 30 degree مين زاويته أعلى؟ ليه تعالوا هون مين زاويته أعلى؟ اللاين ولا الفيز؟ اللاين تعالوا نشوف إذا الفيز زاويته 30 اللاين شو حتكون؟ إذا الفيز زاويته 0 اللاين شو حتكون زاويته؟ 30 degrees هاي 30 degrees between أي two phases between A و B تعالوا على A و B اللي هون شو راح نكتب الزاوية اللي هون؟ 30 degrees في حد معترض؟ ليش؟ لأنه هاي اللاين بالنسبة لهذا الفيز مش واضح بعيد سيرفت ستوب قل لي تخجلش أكيد طب نقلون الثانية AD بعدين BC BC بدناش نقول إنه هاي lag by 120 درجة ونخلص لا بدنا نجيبها من هون إذا A neutral 0 degrees B neutral شو حتكون؟ ناقص 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 بوزيتيف سيكونس هاي فيز ولا لاين؟ فيز اللاين شو حيكون؟ leads by 30 degrees شو يعني؟ اجمع لها 30 درجة اجمع لها 30 درجة ناقص 120 زائد 30 كم؟ ناقص 90 هاي زاوية مين؟ زاوية اللاين فولتج اللي اسوشيت مع مين؟ مع فيز بي مين اللاين اللي اسوشيت مع فيز بي؟ بلش بي يعني بي سي من وين نروح؟ نروح بي سي بي بوزيتيف وسي نيجاتيف عشان هيك حكينا بي سي البي سي زاويته كم طلعت معنا؟ ناقص 90 درجة فالبي سي ناقص 90 درجة نعيد كمان مرة لأنه واضح إنه في ضعف سي نيوترال كم زاويته؟ احنا ماشيين زيرو ناقص 120 زائد 120 زائد 120 فيز ولا لاين؟ فيز أي فيز بتحكي أنت؟ فيز سي حولها للاين لفيز سي شو يعني لاين لفيز سي؟ يعني بلش بحرف السي يعني سي إيش بعد السي؟ A لأنه بنمشي إحنا A B C A B C صح؟ بعد السي في A فالA بالنسبة سوري السي A شو حيكون زاويته؟ leads C by 30 degree كم اتفقنا زاوية C؟ 120 درجة 120 درجة زيد عليها 30 شو بتطلع معك 150 فزاوية مين زاوية اللاين تاع فيز سي يعني زاوية سي اي سي بوزيتيف و اي نيجاتيف كم الزاوية هاي 150 اسالك سؤال انا قبل شوي شو قلت لك زاوية السورس او الباور فاكتور تاع السورس مش نفس الباور فاكتور تاع اللود شو افترضنا احنا اللود افترضنا اللود يونيتي طلع معي على فيز اي كم زاوية الفولتية وكم زاوية التيار 30-30 صح؟ فيز بي شو طلع معنا؟ ناقص 90 ناقص 90 فيز سي 150-150 يعني إذا اللود إن فيز الفولتج والكرم السورس شو بده يكون؟ برضو إن فيز بس ليش ظهر معنا شيفت بموضوع إنه إحنا دلتا واي كونكشن بس هيك الباور فاكتور بتاع أي سورس هون سورس هذا ولا مش سورس؟ سورس صح؟ هذا الايمج هذا الميرور بتاعت السورس واضح ولا مش واضح طيب نرجع كمان مره الباور فاكتور بتاع السورس توافق مع الباور فاكتور بتاع اللود والدليل انه حضراتنا كنا ندور في سيركت 2 على بير فيز ايكوفالنت سيركت تخيل معي انه اللود باور فاكتور مختلف عن السورس باور فاكتور انت لما تاخذ بير فيز ايكوفالنت سيركت كيف ركبت معك ما تركبش تخيل ما تشبك شيء لاجنج مع شيء ليدنج
طب في بقى اكتف باور مش ظابطة معي ولا مش معي؟ اما احنا ايش هون؟ يونيتي شبك مع يونيتي، بمعنى هذا ما طلع رياكتف باور وهذا ما استهلك رياكتف باور. واضح؟ لو كانت 80 ديجريز طلع هذا استهلك 20 بار، هذا انتج 20 بار. هذا معناته انه الباور فاكتور تاع السورس نفس الباور فاكتور تاع اللود بكل فيز، لانه صارت السيركت شو مالها؟ سيمتريك. خلصنا سيركت 2. نهايه الشابتر في سيركت 2 كانت الانبالانس لودينج. الانبالانس لودينج بدنا نرد نعيده اليوم. مش اخذتوا انبالانس لودينج بسيركت 2؟ طيب شو اللي راح يصير معنا؟ كشركة كهرباء هذا هاي الوايندينج، بس ناخذ الوايندينج نفسه عشان لما ترجعوا انتوا للكتاب ما تتقلبوش. الوايندينج نفسها هاي الوايندينج، هاي الوايندينج خربت. ليش خربت؟ صار عليها عطل، او لانه يمكن قريبا تنهار فبنعملها مينتنس. بكل الاحوال شو قررنا انا وياك؟ هاي الوايندينج اوت اوف سيرفيس. شو راح يصير في الناس اللي هم؟ شو راح تصير بالحارة اللي تغذت من هذا الترانسفورمر؟ فيش كهرباء لغاية ما نودي الترانسفورمر على الصيانة وانتهت الأمور. هذا الحكي مش صحيح. تعالوا نشوف أنا وياكم. نعيد هاي السيركت، هاي الدايجرام اللي عندنا ما حرسم البرايمري لأنه بتظهرش، احنا عارفين إنه الإيمج كلياتها موجودة على مين؟ على السكندري. صفى معنا هيك ترانسفورمر. هذا الترانس هاي الوايندينج زمان كانت هون موجوده وبطلت موجوده معنا، صح ولا لا؟ لساتنا الفولتي اللي هون مين المسؤول عنها؟ السورس. فلساتنا الفولتي اللي هون بلس ماينس في فيز، الزاويه مين المسؤول عنها؟ اللي انت بتختاره ريفرنس. احنا غالبا وين بنختار الريفرنس؟ اللود، على اساس نسهل حساباتنا. فانه زاويه ما بنعرفهاش، وله امبير كيف اتجاههم؟ هاي الامبير اللي هون كم مقداره؟ برضو اي فيس، فرضا اي فيس. الان شو كمان عندنا؟ ماينس بلس كم في فيس بحكم